بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة السادسة شرح اللغة العربية، هنكمل مع بعض مادة الإحصاء التطبيقي للعام الجامعي 2019-2020، الفصل الدراسي الثاني. هذا الأستاذ الدكتور مدحت عبد العالي. الباب السادس والباب الأخير هو بعنوان السلاسل الزمنية. لما ننتهي من هذا الباب هنكون عارفين نتعرف على مكونات السلسلة الزمنية، نتعرف على الفرق بين النموذج الجبري والنموذج الضرب، التعرف على مفهوم الاتجاه العام وطرق استخدام مثل التمهيد باليد، طريقة المستانس في السلسلة، المتوسطات المتحركة، طريقة المربعات الصغرى، التنبؤ بالاتجاه العام للسلسلة الزمنية. دلوقتي السلسلة الزمنية بتتأثر بأربع اتجاهات. الاتجاه الأولاني بنسميه الاتجاه العام، التغيرات الموسمية للاتجاه رقم 2، التغيرات الدورية، التغيرات الفجائية أو العرض. الاتجاه العام زي على سبيل المثال تعداد السكان في زيادة مستمرة، أو عدد حالات المرضى أو الوفيات من الأمراض الأوبئة في اتجاه متناقص نظرا لزيادة المستوى الصحي. التغيرات الموسمية التي ترتبط بحالات الجو زي على سبيل المثال في فصل الشتاء بتزداد مبيعات الملابس الصوفية والملابس الثقيلة، في فصل الصيف بتزداد مبيعات الملابس الخفيفة والمشروبات الباردة والآيس كريم وهكذا. التغيرات الدورية اللي بتحصل كل دورة أو كل فترة زمنية. التغيرات الفجائية زي حالات الحرب، حالات الزلازل، حالات الأمطار والسيول إلى آخره. على سبيل المثال لو عندي المبيعات من سنة 2003 إلى 2008، سنة 2003 المبيعات كانت بال 1118,000، 2004 25,000، 2005 22,000 وهكذا. ممكن أعبر عن السلسلة الزمنية بالرسم البياني كما يلي. السنوات هحطها كل سنتي كل سنة على سنتي. المبيعات بتاعتي تبدأ من زيرو لحد أعلى رقم. في سنة 2003 المبيعات بتاعتي كانت الرقم 18، 2004 كانت 25 وهكذا. هتلاحظ إن السلسلة في اتجاه عام تزايد. ممكن أستخدم أحد النموذجين، نموذج الجمع أو نموذج الضرب، للتعبير عن قيم السلسلة. إحنا اتفقنا إن أنا عندي أربع قوى أو أربع قيم بتأثر على السلسلة الزمنية. القيمة الأولى بنسميها قيمة الاتجاه العام وهنديها الرمز T، القيمة الثانية بتمثل التغيرات الموسمية وهنديها الرمز ميم، القيمة الثالثة بتمثل التغيرات الدورية وهنديها الرمز D، التغيرات العشوائية أو العرضية وهنديها الرمز عين. في نموذج الضرب ص اللي هي قيمة السلسلة الزمنية، قيمة المبيعات، تعداد السكان، تعداد الوفيات إلى آخره، هتساوي T في ميم في د في عين، الاتجاه العام، التغيرات الموسمية، التغيرات الدورية في التغيرات العرضية أو المفرد. أما في حالة نموذج الجمع فصاد بتساوي ت زائد ميم زائد د زائد عين. هنوضح الكلام ده بمثال. إذا كانت عندي مبيعات شهر يناير 2008 لحد يناير 2009، يناير 8 فبراير 8، يناير 9 فبراير 9 2009، المبيعات كانت 20,000 في يناير 8، 30,000 في فبراير 8، 25,000 في يناير 9، فبراير 2009 مجهول. عايز اعرف حد المبيعات في فبراير، اتنبأ يعني. الزياده في المبيعات من يناير 2008 ليناير 2009 زادت من 20 ل 25، يبقى زياده 5000 جنيه. وبالتالي يمكن استنتاج ان الزياده في شهر فبراير 2008 الى شهر فبراير 2009 هتمثل 5000 جنيه، يبقى من فبراير 2008 30 لفبراير 2009 هتبقى 35، نفس معدل الزياده. ده بنسميه نموذج الجمع. يبقى انا اخدت الزياده من يناير 2008 زياده في يناير 2009، حسبتها واستخدمت الجمع، اضيف الرقم ده على فبراير 2008، فاقدر استنتج او اتنبا بفبراير 2009. نشوف بقى نموذج الضرب. الزياده في المبيعات من يناير 2008 ل 2009 كانت زياده كام؟ 5000 جنيه. طب ال 5000 جنيه بالنسبه ل 2008 تمثل قد ايه؟ زياده 25% من مبيعات 2008. يبقى فبراير 2009 2008 كانت 30,000، يبقى فبراير 2009 هتزيد 25%، يبقى 30,000 زائد 30,000 25 دي 36,000. يبقى انا كده تنبأت فبراير 2009 مره بستخدم نموذج الجمع ومره بستخدم نموذج الضرب. الاتجاه العام بقى ندرس الاتجاه العام. عندي اربع طرق، في حاجه اسمها طريقه المتوسطات النصفيه، طريقه المتوسطات المتحركه، طريقه المربعات الصغرى، التنبؤ بالاتجاه العام. طريقه المتوسطات النصفيه، إذا توفرت لديك البيانات السنوية عن تعداد السكان في أحد المناطق السكانية بمئات الألوف،
الفترة من سنة 2000 إلى 2006. في سنة 2006 عدد السكان كان 17 ب 100,000، يعني 1700,000، يعني 1,700,000. سنة 2001 كانت 22، 2002 18، 2003 19، 2004 25، 2005 20، 2006 30. عايز احدد خط الاتجاه العام بطريقه المتوسطات النصفيه. بص كده، سنه 2000 2001 2002 17 زائد 22 زائد 18 على 3، تحطه فين؟ في السنه الوسطى عند 2001، يبقى 19 دي عند 2001. سنه 2004 2005 2006 25 زائد 20 زائد 30 على 3، يتحطوا فين؟ في السنه الوسطى اللي هي 2005، يبقى 19 خاصه ب 2001 متوسط 2001 وال 25 متوسط 2005. يبقى الرقم ده عند 2001 19، الرقم ده 25 عند 2005. طب معادله الاتجاه العام بتساوي ص تساوي ا زائد ب س. ص هي قيمه الظاهره، هي المبيعات، عدد السكان، المصروفات، الوفيات، المواليد، اي حاجه. ألف ثابت المعادلة أو قيمة صاد عندما يكون الزمن صفر، أو الزمن صفر معناه سنة الأساس. وهناك عامين للأساس، عامل أساس القسم الأول هو عام 2001 ويقع في منتصف القسم الأول، وعامل أساس القسم الثاني 2005 ويقع في منتصف القسم الثاني. عشان أجيب قيمة ب وهو ميل معادلة الانحدار أو قيمة التغير في الظاهرة مع الزمن، فأنا بحسبها ب. هات العلامة دي اتفقنا عليها قبل كده، هات معناها بها المقدرة. س شرطة 2 ناقص س شرطة 1 متوسط الفترة الزمنية الثانية ناقص متوسط الفترة الزمنية الأولى، على س 0.2 ناقص س 0.1 السنة الأساس للفترة الثانية ناقص سنة الأساس للفترة الأولى. فس شرطة 2 متوسط القسم الوسط حساب للقسم الثاني، س شرطة 1 الوسط حساب للقسم الأول، س 0.1 سنة الأساس للقسم الأول، س 0.2 سنة الأساس للقسم الثاني. لما نحسبها متوسط القسم الثاني 25 ناقص متوسط القسم الاول 19 على سنه الاساس للقسم الثاني 2005 ناقص 2001 يديني ب هات او ميل معادله الانحدار او ميل معادله خط الاتجاه العام 1.5. يبقى الصاد هات هتساوي باستخدام القسم الاول ا اللي هي الوسط الحسابي للقسم الاول 19 زائد ب هات اللي انا لسه حاسبها 1.5 في س، وده باعتبار ان سنه الاساس 2001 ويفضل كتابتها بهذا الشكل. صاد هات 2001 تساوي 1019 زائد 1.5 س. ممكن استخدم القسم الثاني فهتبقى المعادله بتاعتي الالف هي قيمه متوسط القسم الثاني اللي هي س شرطه 2 25، الب هات زي ما هي، يبقى صاد هات 2005 باساس عام 2005 25 زائد 1.5 في س. عشان اتنبأ يبقى لازم اعمل اعوض عن قيمه س بقيمه السنه اللي المطلوب التنبؤ بيها. وطبعا في المعادلتين سواء كانت المعادلة اللي أساسها سنة 2001 أو المعادلة سنة أساسها سنة 2005 هيديني نفس التنبؤ بتاع نفس القيمة. التنبؤ باستخدام سنة الأساس للقسم الأول. السنوات بتاعتها إيه؟ 2000 2001 2002 لحد 2006. عايز أتنبأ بس 2007 و8 و9. قيمة صاد معطى من سنة 2000 لحد 2006. هجيب الزمن في سنة 2006 لسنة 2000. أنا حاطط سنة الأساس الفترة الأولى، متوسط الفترة الأولى سنة 2001، يبقى كل سنة من سنوات السلسلة دي من 2000 لحد 2009 ناقص 2001، يبقى 2000 ناقص 2001، 2001 ناقص 2001، 2002 ناقص 2001، 2003 ناقص 2001 لحد 2009 ناقص 2001. هتطلع قيم س عندي في سنة 2000 الزمن عند سنة 2000 بسالب 1، عند سنة 2001 بزيرو، سنة 2002 الزمن س بواحد، سنة 2003 الزمن س باتنين، سنة 2004 الزمن س بثلاثة وهكذا. في 2007 س بتساوي 6، في 2008 س بتساوي 7، في 2009 س بتساوي 8. المعادلة بتاعتي ص هات بأساس 2001 بتساوي 19 زائد 1.5 س، هعوض عن قيمة س ب 1.5 يديني ص هات لعام 2000، أعوض عن قيمة س ب 0 يديني ص هات لسنة 2001، أعوض عن قيمة س ب 1 يديني ص لسنة 2002 وهكذا. أنا كنت عايز 2007 يبقى هعوض عن س بتساوي 6 يديني ص هات ل 2006 ل 2007 انا اسف اللي هي 28. عايز اجيب سنه 2008 يبقى اشيل س واحط مكانها 7 قيمه س، يبقى اديني التنبؤ بص في سنه 2008 29.5. في سنه 2009 اشيل س واحط 8 يديني التنبؤات بتاعتي 31 في 2009. والكلام ده امتى؟ باستخدام معادله الاتجاه العام باساس سنة 2001 اللي هو متوسط الفصل القسم الأول من السلسلة. طب لو خدت القسم الثاني
اللي هي صاد هات 2005 اللي هي بتساوي 25 زائد 1.5 س. انا واخد سنه 2005 سنه اساس، يبقى جميع السنوات السلسله 2009 ناقص 2005، 2000 ناقص 2005، 2001 ناقص 2005، 2002 ناقص 2005، لحد 2009 ناقص 2005. عايز اجيب سنه 2007 هشيل س واحط قيمه س الخاصه بيها 2، يبقى 25 زائد 1.5 2 يديني 28. سنه 2008 اشيل س واحط 3 يديني 29.5. سنه 2009 اشيل س واحط 4 يديني سنه 2009. هتلاحظ القيم بالترتيب 2007 2008 2009 28، صاد هات ب 28، صاد هات 2008 29.5، صاد هات 2009 31، نفس القيم اللي انا جبتها بيه باستخدام متوسط القسم الاول. عايز احدد الاتجاه العام في المثال ده باستخدام طريقه المتوسطات النصفيه. اذا كانت البيانات تمثل اجور العاملين بالالف في احد المؤسسات من 2001 ل 2008، نعد سنوات السلسله 2001 2002 3 4 5 6 7 8. المشكله دي تختلف عن المشكله السابقه ان هنا عدد السنوات زوجي، ان في المساله السابقه كان عدد السنوات فردي، ففي حاله عدد السنوات الفردي قدرت احسب السنه اللي في النص واقسم السلسله لنصفين متساويين. طب هنا هنعمل ايه؟ يبقى هحط نقطه المنتصف او خط النص في النص بالظبط، يبقى 2001 2002 2003 2004 ادي القسم الاول، 2005 2006 2007 2008 القسم الثاني، يبقى في الحته دي هحط بين 2004 و2005 احط سنه الاساس. زي ما انت شايف كده من 2001 ل 2008، 2001 2002 2003 2004 22 زائد 18 زائد 25 زائد 20، الحبه دول على 4 يديني المتوسط بتاعهم 2021.5. هتحطه فين؟ ما بين 2002 و2003 او سنه 2002 و6 شهور. طيب من 2005 ل 2008 القيم بتاعتها كانت 30 زائد 28 زائد 24 زائد 20 على 4 يديني المتوسط 25.5. احطهم فين؟ بين عامي 2006 2007 او في الحته دي بالظبط زي ما انا مشاور بالبوينتر، تبقى 2006 و6 اشهر. يبقى سنه الاساس الاولى 2002 و6 اشهر او 2002.5، سنه الاساس الثانيه 2006.5 او 2006 و6 شهور. وده الكلام اللي احنا قلنا عليه، اكتبها 2002 و6 اشهر او اكتبها 2002.5، السنه الثانيه 2006 و6 اشهر او 2006.5. لما نرسم بقى المتوسط المتحرك بتاعي في سنه 2005 2002.5 ادي المتوسط بتاع القسم الاول، 2006.5 ادي المتوسط بتاع القسم الثاني. النقط الزرقاء دي هي قيمه السلسله بتاعتي. طبعا هجيب قيمه ب هات اللي هي س شرطه 2 ناقص س شرطه 1 على س شرطه سنة الأساس الثانية ناقص س سنة الأساس الأولى س 02 سنة الأساس في القسم الثاني ناقص س 01 سنة الأساس في القسم الأول. هتطلع البي هات بتاعتي واحد العلامة 625 من 10000. يبقى معدل الاتجاه العام باستخدام القسم الأول اللي هي 2002.5 هتبقى 21.5 متوسط القسم الأول زائد واحد العلامة 625 من 10000 في س. معدل الاتجاه العام للقسم الثاني اللي هي سنه 2006.5 25.5 زائد 1625 من 10000. عشان اتنبأ السنوات بتاعتي 2001 لحد 2008 الاجور صاد، السين بتاعتي انا واخد القسم الاولاني اللي هو كانت سنه الاساس بتاعته 2002.5، يبقى 2001 ناقص 2002.5، 2002 ناقص 2002.5، 2003 ناقص 2002.5، 2004 ناقص 2002.5 لحد 2008 ناقص 2002.5 اداني قيم س. لما هاخد المعادله بتاعه القسم الاول اللي هي ص هات تساوي 21 25% زائد 1 علامه 625 من 1000 س وعوض عن قيم س تديني التنبؤات بتاعتي زي ما انت شايفها في العمود الاخير على ايدك الشمال. استخدم القسم الثاني، معادله القسم الثاني اللي هي الص هات بتاعه 2006.5 اللي هي بتساوي 25.5 زائد 1 علامه 625 من 1000 س، بس هحسب سنه الاساس بتاعتي 2006.5، يبقى جميع سنوات السلسله 2001 ل 2008 ناقص 2006.5 هيديني قيم س اللي احنا شايفينها هنا، يبقى هيديني هحطها في المعادله بتاعتي يديني التنبؤات بتاعتي من 2001 ل 2006 ل 2008 انا اسف، وهي نفس التنبؤات باستخدام معادله القسم الاول. نشوف بقى طريقه المتوسطات المتحركه، ويقصد بالمتوسط مجموع القيم على العدد. وكلمة متحرك معناها هبدأ المتوسط باستخدام القيمة الأولى، وبعدين هبدأ المتوسط باستخدام القيمة الثانية، وبعدين هبدأ المتوسط باستخدام القيمة الثالثة،
يبقى المتوسط بيتحرك من القيمه الاولى الى القيمه الثانيه الى القيمه الثالثه. وطبعا اي متوسط بحسبه لازم احطه في منتصف الفترات الزمنيه تماما. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه. لو مثلا بجمع المتوسط باساس 3 سنوات، يبقى هجمع السنه الاولى والثانيه والثالثه واقسم على 3. طب المتوسط اتحط فين؟ في منتصفه، يعني عند السنه الثانيه. يبقى انا كده جبت المتوسط ابتداء من السنه الاولى، هتحرك سنه، اخد السنه الثانيه والثالثه والرابعه، اجمع واقسم على 3، احط فين؟ في امام السنه الثالثه، منتصفهم بالظبط. احرك المتوسط ثاني عشان يبقى اسمه متوسط متحرك، اخد السنه الثالثه والرابعه والخامسه واقسم على 3، احطها فين؟ امام السنه الرابعه، وهكذا زي ما هيبان في المثال التالي. عندي مس بيانات ربع سنويه من سنه 97 الى 1999، الربع الاول الثاني الثالث الرابع في 97، الربع الاول الثاني الثالث الرابع في سنه 1998، الربع الاول والثاني والثالث والرابع في 1999، المبيعات متسجله 24 27 29 26 الى اخر. عايز احسب المتوسط المتحرك باساس 3 فترات والرسم البياني، والمتوسط المتحرك باساس 4 فترات والرسم البياني. العمود الاولاني متحدد فيه السنه 1997 98 99، العمود الثاني الربع، ربع اول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع، دول بتوع 97، ربع اول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع بتوع 98، ربع اول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع بتوع 99. المبيعات اهي، خلي بالكم بقى معايا، انا هاخد 24 زائد 27 زائد 29، ادي 3 ارباع على 3 يديني المتوسط، احطه فين؟ امام الربع الثاني، يبقى هتجاهل الخليه بتاعت الربع الاول. هسيب الربع الاول اللي هو 24 وابدا من 27 زائد 29 زائد 26 على 3، احطهم فين؟ امام الربع الثالث. هتجاهل 27، ابدا من 29، 29 زائد 26 زائد 25 على 3، احطهم فين؟ امام الربع الرابع 26، وهكذا. هتلاحظ باساس 3 سنوات الربع الاول خالي، الربع الاخير خالي. المتوسطات بتاعتها هتطلع بهذا الشكل. يبقى المتوسط المتحرك هيبدا من الربع الثاني 97 وينتهي عند الربع الثالث سنه 99. طبعا لو رسمتهم المتوسط المتحرك اللي هو الخط المتقطع، المتوسط حجم المبيعات اللي هو الخط الاسود الصلب، هتلاحظ ان الخط الاسود فيه تعرجات طالع ونازل، لان بيعبر عن قيم السلسله الاصليه. الخط المتقطع شبه منتظم في الزياده بتاعته، وده الميزه بتاعه استخدام المتوسط المتحرك. فالمتوسط المتحرك الاول ميم واحد هتبقى صاد واحد زائد صاد اثنين زائد صاد ثلاثه على ثلاثه امام صاد اثنين. المتوسط المتحرك الثاني هيبقى اسمه ميم اثنين، صاد اثنين زائد صاد ثلاثه زائد صاد اربعه على ثلاثه امام صاد ثلاثه. المتوسط المتحرك ميم ثلاثه، صاد ثلاثه زائد صاد اربعه زائد صاد خمسه على ثلاثه امام صاد اربعه، وهكذا. بطريقه عامه ميم ر اي بقى متوسط متحرك هيساوي صاد ر، اي ر اهي، وره زائد واحد وره زائد اثنين. فلو قلنا مثلا الره دي بخمسه تبقى صاد خمسه، صاد سته، صاد سبعه. لو الره دي بتسعه تبقى صاد تسعه زائد صاد 10 زائد صاد 11 على 3، بيتحطوا فين؟ في السنه اللي في النص اللي هنا. عايز احسب المتوسط المتحرك باساس اربع سنوات، وباساس اربع سنوات ده هيبقى عدد الفترات زوجي. فالمتوسط لازم يتحرك ما بين الفتره، يتحط ما بين الفتره الثانيه والثالثه، في منتصف الثانيه والثالثه. نخلي بالنا انا سايب سطور فاضيه في النص عشان احط المتوسط. العمود الاولاني مديني السنه 1997، سنة 1998، سنة 1999، ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، لحد ربع الرابع 99. أنا عايز أربع فترات، 24 زائد 27 زائد 29 زائد 26 على 4، أحطهم فين؟ ما بين الثاني والثالث، أهو مكانهم. المتوسط هيطلع 26.5، هتجاهل ال 24، آخد 27 و 29 و 26 و 25، أحطهم فين؟ ما بين الثالث والرابع زي ما انا حاطه كده، وهكذا. هتلاحظ ان الربع الاول والربع الثاني بسنه 97 مش موجودين، مفقودين. الربع الثالث والربع الرابع بتوع 99 مش موجودين. ليه؟ لان انا بستخدم اساس اربع سنوات او اربع ترم. طبعا الخط اللي هو الاسود اللي هو المنقط الاسود دي المبيعات بتاعتي، الخط المتقطع هو الاتجاه العام بتاع المتوسط المتحرك. طريقة بقى المربعات الصغرى، احنا عارفين ان معادلة الاتجاه العام باستخدام المربعات الصغرى هي ص تساوي أ زائد ب س. قلنا ص قيمة الظاهرة محل الدراسة، أ ثابت معادلة السلسلة الزمنية أو ثابت معادلة الانحدار، وهو بيساوي قيمة س عند الزمن صفر، والزمن صفر يبقى عبر عنها بسنة الأساس.
زائد ب ميل معادلة الانحدار س تعبر عن الزمن. ممكن أكون معادلتين طبيعيتين لمعادلة الانحدار ديت اللي هي ص ص ألف ن زائد ب مج س. المعادلة الثانية مج س ص زائد ألف مج س زائد ب مج س تربيع دي المعادلة رقم 2. المعادلتين دول بنسميهم معادلات طبيعية. لما أحل المعادلتين دول مع بعض آنياً أقدر أحسب قيمة ب وبعدين أحسب قيمة ألف. نشوف مثال بيديني المبيعات بتاعتي من سنة 97 لحد 2007، المبيعات 24 27 29 لحد 34. عايز يعمل معادلة اتجاه تقدير معادلة اتجاه العام الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى أو طريقة أصغر المربعات الاثنين واحد، والتنبؤ بحجم المبيعات سنة 2008 اللي هي مش موجودة في السلسلة. مرة باستخدام الطريقة المطولة ومرة باستخدام الطريقة المختصرة. هنتعرف دلوقتي على الطريقة المطولة. العمود الأولاني زي ما أنت شايف سنوات السلسلة من 1997 ل 2007. العمود الثاني حجم المبيعات من 24 لحد 34، مجموع المبيعات مج ص 34. الطريقة المطولة نضع س في الزمن التي تقيس الزمن عند السنة الأولى 97 بصفر، وبالتالي يبقى السنة اللي بعديها 1، يعني من 97 ل 98 أنا زودت سنة. سنة 99 زودت سنتين، زودت على مين؟ على سنة الأساس اللي فيها س بصفر صفر. سنة 2000 3 اللي هي من 97 ل 2000 يبقى أنا زودت 3 سنين لحد لما أوصل ل 2010 7 اللي هي قيمة س هتبقى 10. مجموع س ب 55. حاضر س في ص، س اهي 0 في 24 بصفر، 1 في 27 ب 27، 2 في 29 ب 58، 3 في 26 ب 78 وهكذا. مج س ص 16610. عايز اجيب س تربيع، 0 تربيع، 1 تربيع، 2 تربيع، 3 تربيع، 4 تربيع، 5 تربيع لحد 10 تربيع. مج س تربيع هتديني 358. يبقى المعادله الاولى مج ص بس ألف ن زائد ب مج س، مج ص 309، الالف ب النون بتاعت 11 سنه، الف زائد مج س ب 55 ب. المعادله الثانيه مج س ص بس ألف مج س زائد ب مج س تربيع، مج س ص 1610، مج س 55 الف زائد مج س تربيع 385 ب. بص كده المعادله دي، هنا الالف مضروبه في 11، هنا الالف مضروبه في 5، فانا هضرب الاولى في 5 وتسيب الثانيه زي ما هي. لما انا بضرب 11 في 5 هتديني 55، لما اجي اطرح هيبقى 55000 ناقص 55000 يديني، هتطلع ان الف ب بتساوي 65 على 110 و591 من الف. اعوض في المعادله الاولى والثانيه اجيب قيمه الف، هتطلع الالف بتاعتي بالرقم ده اللي هي 25136. يبقى ص هات بتساوي 25136 من الف زائد 591 من الف في س. عايز ص دي امتى؟ بكتب تحتها سنة الأساس اللي فيها س بتساوي صفر. لو أنا بقى عايز أجيب سنة 2008 أرجع للسلسلة الزمنية بتاعتي، س سنة 2008 كانت ب 11، يبقى هشيل س وأحط مكانها 11، يبقى ص هات سنة 2008 ألف 25136 من ألف زائد 591 من ألف في 11، يديني التنبؤ بحجم المبيعات سنة 2008 31637. الطريقة المختصرة أبسط من الطريقة المطولة، حيث يتم وضع صفر في منتصف السلسله تماما. فالسلسله اللي قبل الصفر هتبقى بالسالب، اللي بعد الصفر هتبقى بالموجب. لما تعد من 2007 من 1997 ل 2007 هتلاحظ السنه الوسطى سنه 2002. نعد اللي قبلها، ادي 1 2 3 4 5، بعدها 1 2 3 4 5، تبقى كده السلسله الصفر جاي في النص، يبقى سنه الاساس بتاعتي 2002. طب السنة السابقة ب 2002 هتبقى سابقة بسالب 1 2001، سنة 2000 سابقة سنة 2002 بسالب 2، اللي قبلها سالب 3 سالب 4 سالب 5، بعد الصفر هتبقى 1 2 3 4 5. هتلاحظ إن مجموع س بيساوي إيه؟ صفر، وبكده أنا خففت العمليات الحسابية. س في سطح هحسبها والس تربيع هحسبها. تبقى مج ص مج س هتساوي صفر، ومج ص هتساوي أ ن زائد ب مج س، دي المعادلة الأولى. مج س بصفر في ب تبقى بصفر، يبقى مج ص بتساوي الف ن، يبقى الالف هتساوي ايه؟ مج ص على ن، اللي هي هتطلع مج ص على ن. طب المعادله الثانيه مج س ص هتساوي الف مج س زائد ب مج س تربيع، الحته دي بصفر، يبقى مج ص هتساوي ب مج س تربيع، تبقى الب هتساوي مج س ص على مج س تربيع زي ما شايفها في القانون اللي قدام. هجيب الالف مج ص على ن هديني 28.91000، ب هات مج س ص على مج س تربيع 65 على 110 دي 591،
سنه الاساس هي العام المنتصف اللي هو فيه س صفر ب 2002. يبقى سنه الاساس 2002 اهي ا زائد ب س، دي هنسميها صادمه. لو عايز اتنبا ب 2008 يبقى هشوف سنه 2008 س بتاعتها بكام وعوض في المعادله ديت، او اجيب التنبؤات بسنه 2008. في سنه 2008 س بتاعتها هتبقى ب 6، يبقى هحط ص بتاعتي واحط مكانها 6 يديني قيمه المبيعات، سواء كان باستخدام سنه الاساس 97 او سنه الاساس 2002 هيدوني نفس الايه النتيجه. نشوف المثال دوت. اذا توفرت لدينا البيانات التاليه والتي تعبر عن بيانات المبيعات السنويه من 97 لحد 2008، المبيعات بتاعت 24 27 29 لحد 2007 2008 34 27 على الترتيب. عايز اعمل تقدير لمعادله التجاره العامه الخطيه باستخدام طريقه المربعات الصغرى واصغر المربعات والتنبؤ ب 2009. هتلاحظ في السلسله الزمنيه دي ان عدد السنوات زاويه بخلاف المثال السابق. فلو حبيت استخدم الطريقه المطوله ما فيهاش صعوبه، لان الصفر هيبقى في اول السنه ما عنديش مشكله. انما في الطريقه المختصره انا بحط الصفر في المنتصف، فالمفروض اجي في منتصف السلسله تماما اللي هو ما بين عامي 2002 و2003، يبقى في سطر فاضي ما بين 2002 و2003 واحط الصفر. طب الصفر دوت هيعبر عنه بسنه 2002 وست اشهر او 2002 ونص. يبقى لما تيجي تحسب س قبل الصفر هيبقى سالب نص، سالب واحد ونص، سالب اتنين ونص وهكذا. لان يعني من سنه 2002 ونص لسنه 2000 انت متحرك للخلف بنص سنه، يبقى سالب نص. من 2002 ونص ل 2001 انت متحرك سنه ونص للخلف، يبقى سالب واحد ونص زي ما هنشوف في الجدول. الصفر اهو في النص ديت 2002 ونص، دي طبعا مش موجوده في السلسله، السطر ده المفروض هدل. يبقى القيم اللي عندي قبليها هتبقى سالب نص، سالب واحد ونص، سالب اتنين ونص، سالب تلاته ونص، سالب اربعه ونص، سالب خمسه ونص، ده قبل الصفر. بعد الصفر نص، واحد ونص، اتنين ونص، تلاته ونص، اربعه ونص، خمسه ونص، هنلاحظ ان مجموع س اصبح صفر، واكمل بقى بالطريقه المعتاده بتاعتي فما عنديش ايه مشكله. عشان نعمل بقى الاتجاه العام احنا حطينا الس اهيت، الصفر خلي بالك هيدن في النص هنا، في الحته دي في صفر بس هيدن مش باين. س في صد جبناها، الس تربيع جبتها، هعوض في المعادله بتاعتي ألف هات بتساوي مج صاد على نون اللي هتطلع 28، ب هات مج س صاد على مج س تربيع هتطلع 413 من 1000. يبقى صاد هات سنة 2002 ونص 28 زائد 413 من 1000 في س، يبقى كده جبت المعادلة. عايز أتنبأ بقى ب 2009، أشيل س وأحط مكانها 6 اللي هي مقابل سنة 2009 وتطلع قيمة التنبؤ. وبكده ننتهي من الجزء الأول من السلاسل الزمنية. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونتقابل في المحاضرة التالية إن شاء الله.